شوفي الآن أنا كنت تطرقت يعني وطيت أرقام بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في يعني رغبات الاستثمار في الجزائر. قلت بأنه العائق اللي كان مقبل كانت فيه بزاف رغبات استثمار في البلاد، ولكن ما كانش ممكن نجسدها باعتبار أنه على اعتبار أنه الولوج إلى العقار الاقتصادي لم يكن متاح. الآن لم يعد لدينا أي عائق من أجل تجسيد هذه، لدينا رغبات كثيرة من وين الوكالة تقدر تقرر. خذينا القرار وسجلنا الاستثمارات وعطينا أرقام، قلنا عندنا 118 المشروع مرتبط بأجانب، 118 مرتبط بأجانب يعني امبليكون دي زيترونجي فيهم، لا عندنا 74 بشراكة يعني بين مستثمرين جزائريين ومستثمرين أجانب، وعندنا 44 استثمار أجنبي مباشر. هذه الاستثمارات المسجلة فعليا على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وفيها كثير اللي انطلقت. الآن فيه نوع آخر من الاستثمارات، لاستثمارات ضخمة تصل إلى 6 مليار دولار، 3 مليار دولار، 4 مليار دولار، نظرا لطبيعة هذه الاستثمارات لأنها استثمارات مستهلكة كثير للطاقة، استثمارات تتطلب مساحات نتاع كبيرة من الأوعية العقارية، لهذا ما قدرناش يعني نقروا فيها حتى يعني نوفروا جميع الشروط ونخيروا من بين هذه حنايا في نفس الوقت قلنا الاستثمار حر، هذا مبدأ مكرس في قانون الاستثمار، ولكن في نفس الوقت توجيه مزايا الاستثمار، الدولة لديها الحق في اختيار الاستثمارات التي تخدم الاقتصاد الوطني، لهذا نحن الآن في مرحلة مشاورات مع بعض القطاعات الوزارية كقطاع لا سيما قطاع الصناعة وقطاع الطاقة والمناجم، وكذا مع أيضا مصالح أملاك الدولة باش نشوف الأوعية العقارية، لأنه كثير من خاصة صناعة يعني الصلب الحديد والصلب صناعة الألمنيوم فيه نوع من لا ديلوكاليزاسيون، يعني أزمة الطاقة أزمة الغاز في العديد من بلدان العالم خلت الجزائر بحكم المزايا التنافسية الكثير معظم الشركات الكبرى تريد أن تستثمر في الجزائر. الآن احنا من حقنا أيضا نختار يعني وفق مبدأ رابح رابح